السلام عليكم اخوان. اليوم موضوعنا عن المود اوف فنتيليشن، مودات جهاز الفنتيليتر. خلينا نقسمها فد تقسيم بسيط. اول شيء يكون الجهاز هو المسؤول عن تنفس المريض. ثاني تقسيم انه النفس ياخذه المريض. وعندنا تقسيم بيناتهم بين المشين وبين البيشنت. هنا يكون المود مشترك بين المريض وبين الجهاز، المشين والبيشنت. إذن أول جزء إنه أول تقسيم راح يكون الجهاز مسؤول عن التنفس، أو المريض مسؤول عن التنفس، أو بيناتهم المريض والجهاز يشتركون بالتنفس. خلينا نبدأ بالجهاز. الجهاز هنا بهذه الحالة إنه مسؤول على التنفس، لأن المريض ما راح يأخذ أي نفس، يعني بالعامية المريض ولا طقة، ما يأخذ أبدا أي نفس. هذا إيش يشمل لنا؟ يشمل لنا CMV اللي نسميه Continuous أو Controlled Mandatory Ventilation. ومن اسمه Mandatory إجباري، Mandatory Continuous Mandatory يعني هذا إجباري. هنا المريض ما يأخذ أي نفس، الجهاز هو اللي يجبره أنه يتنفس. Controlled أنه السيطرة للجهاز. هذا يشمل لنا اما يكون الفوليوم يدفع لنا الجهاز حجم معين فيكون فوليوم، او يدفع لنا بريشر، او فوليوم اند بريشر. Mandatory ventilation, continuous mandatory ventilation. إذا يدفع volume نسميه volume controlled ventilation. إذا يدفع لنا pressure نسميه pressure controlled ventilation. Volume and pressure, pressure controlled ventilation, volume guaranteed. إذا نعيدها. إنه الـ Continuous Mandatory Ventilation، هنا الجهاز هو اللي يقوم بالتنفس، المريض ما يأخذ أي نفس. أما يجي الجهاز إنه Controlled يعني السيطرة كلها للجهاز، أما يدفع لنا Volume معين فيكون عندنا Volume Controlled Ventilation، أو Pressure معين ضغط معين فنسميه Pressure Controlled Ventilation، أو فوليوم وبرجر اللي هو برجر كنترول فنتيليشن فوليوم جارانتيد. زين، الثاني اللي مشترك بين الجهاز وبين المريض هو الانترميتنت مانديتوري فنتيليشن. انترميتنت مانديتوري فنتيليشن، هنا قلنا كونتينيوس مانديتوري، هنا intermittent. ليش يكون intermittent؟ هنا المريض يبدي ياخذ نفس، اذا ما اخذ النفس راح يبدي الجهاز ينطي، يعني intermittent متقطع، mandatory اجباري. فهو بيناتهم، لو المريض ياخذ نفس واذا ما اخذ الجهاز راح يعوضه عن التنفس. intermittent mandatory ventilation بدوا يسوون بدأوا يخلون وياه مزامنة بين نفسه وبين تنفس المريض وبين الجهاز، اللي هو synchronized mandatory intermittent mandatory ventilation SIMV. شنو الفائدة من هاي المزامنة؟ إنه يجي الجهاز يسوي مزامنة بين السايكل مالته ويا سايكل المريض. يعني مثلا المريض يبدي ياخذ شهيق، الفنتيليتر يكبس له، المريض يبدي يطلع النفس مالته بالزفير، الفنتيليتر يسحب. الغاية من هاي المزامنة
انه حتى لا يصير ستاكينج او سوبر امبوز. يعني خلينا نفرض المريض اخذ 250 سي سي، يجي الجهاز يكبس فوقه 700 سي سي، ايش قد راح يصير عندنا التايدل فوليوم؟ راح يصير عندنا 950. هذا خطر. فالمريض يجي يريد يطلع النفس مالته والجهاز يكبس عليه. اذا هو سوى مزامنه حتى يكون المريض من يريد ياخذ نفس الجهاز ينطي، من يريد يطلع النفس الجهاز يسحب من عنده. ايضا الاس اي ام في مود، هم الجهاز اما يدفع فوليوم او يدفع برجر. البيشنت نجي للثالث اللي انه هو نعتمد 100% على المريض، المريض هو المسؤول عن التنفس مالته. هذا المود اللي موجود عندنا هو البرجر سبورت فنتيليشن، برجر سبورت فنتيليشن، ومن اسمه سبورت يعني مساعدة. الجهاز هنا دوره فقط انه يساعد المريض. هنا شنو الفرق؟ هنا التنفس 100% على المريض، المريض هو اللي ياخذ التايدال فوليوم والمريض هو اللي ياخذ الريت. الجهاز كل ما عليه انه يساعده يوصله للتنفس الطبيعي. مثلا تيجي للمريض تلقاه ياخذ 250 مل خلال الدقيقة، خلينا نقول فد 20 مرة، 250 مل خلال 20 مرة بالدقيقة. الجهاز بلي ما يخليها 250 مل راح يساعد المريض يوصلها إلى 500 مل حتى تكون طبيعية. الغاية من هذا المود إنه يقلل الورك أوف بريذنج. يعني لو فرضنا المريض ياخذ 250 سي سي زين في 20 مرة، راح تكون ايش قد النتيجة؟ 5000 لتر بالدقيقة. بينما هو عندنا الجهاز لما يوصله 500 في 10 راح يصير 5000 لتر بير مينت. يعني هنا راح يقل الورك اوف بريذنج، ترتاح عضلات التنفس. بلي ما تشتغل 20 مرة خلال الدقيقة بمساعدة الجهاز راح يقل الشغل مالتها إلى 10 مرات. يعني نحمي المريض من الفتيك، نحمي العضلات التنفس من أنه يصير بها فتيك تتعب ويصير respiratory failure فشل التنفس. لكن هنا المريض إذا وقف ما يأخذ أي تنفس الجهاز ما له علاقة ما راح يساعده، راح يبدي يصير أبني المريض. على العكس من البقية، هنا قلنا الاس اي ام في مود اذا ما اخذ المريض الجهاز راح ينطي، هنا الجهاز ما له علاقه، المريض ياخذ يساعده، المريض ما ياخذ يتكتر. راح نبدي نشرحها مود مود، هذا فد شيء بصوره عامه حتى تفهمون التقسيم. هسه راح نبدي نشرح المود مود السيتنج مالته وين نستخدمهن وشنو فرق كل مود. طبعا مودات الفنتليتر فد شيء صعب ومتداخل، اللي يريد يضبطها لازم يشتغل بالعناية المركزة بها، أما بالعمليات ما راح تقدر تضبطها. شكرا جزيلا.